شرعت الشركة الوطنية للصناعات الإلكترونية ببلعباس في تصنيع الهواتف الذكية تمهيدا لدخول السوق الوطنية بمنتوجات إلكترونية حديثة وتنافسية. هذه سياسة الحكومة قد جسدناها في زمن قصير، حيث كلفت الدولة أموال طائلة لأجل تأهيل الشركة الوطنية للصناعة الإلكترونية. وكما شاهدتم أن الوزير الصناعة قامت مؤخرا بفتح عدة منشآت في المصنع، وهذا حتى يسمح لنا بتقديم المنتوج جزائر محض بأكثر اندماج. عملية إطلاق الهواتف الذكية التي ستكون مطلع الشهر المقبل هي ثمرة شراكة اقتصادية بين الشركة الوطنية وشريك من القطاع الخاص. راح نقوموا بتسويق المنتوجات اوني على الصعيد الوطني، وهذا عن طريق الخبره اللي عندنا مع شركات اجنبيه عالميه في الهواتف النقاله. عندنا فريق متكامل او متحد للقيام بهذا التسويق، ونتمناو من الكونسوماتور الجزائريين يعجبوا لي برودوي تاعنا. استراتيجية الشراكة بين الخواص والقطاع العام ستمكن الشركات الوطنية من رفع نسب الاندماج وتثمين القدرات الانتاجية والاستفادة من خبرة الخواص في التقنيات التسويقية.